كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. انا دكتور مصطفى النحاس، طبيب نفسي، وسعيد جدا يكون اول بودكاست عربي عن الطب النفسي. وما اننا قاعدين في البيت وقعدتنا في البيت مطولة شوية، ورمضان السنة دي مختلف شوية، فقررنا ندخل معاكم جوه بيت العيلة، نتكلم عن كل فرد في العيلة، عن التحديات اللي بتقابله، عن المشاكل اللي عنده، عن الاحتياجات، ازاي نحل مشاكلنا معاه. هنتكلم بتفاصيل التفاصيل. هنكون معاكم كل يوم جوه بيت العيلة، ومعايا اشطر محاورة في مصر، زوجتي الحبيبة مروة علي. اهلا بيكم في الحلقه 15 من جوه بيت العيله. الابن بدا معانا من وهو طفل، وبعدين مراهق، والنهارده كبر بقى ناضج. يلا بينا يا دكتور نحكي عليه لما كبر. بقى راجل عظيم قبل ما يبقى اب، فهو ابن عظيم وراجل محترم ان شاء الله. طيب عايزين نبتدي كده من اول ما يبقى ناضج، يعني نقول دخل الجامعه. طبعا هو طبعا احنا يعني سن النضج مختلف من شخص للتاني، والنضج مش مقصود بيه ان انا وصلت لسن معين. في ناس عندها 40 سنه وبتعيش مراهقتها لحد دلوقتي، عندهم 40 و50 سنه وهم لسه اطفال. وفي ناس عندها 20 سنه وهو شخص ناضج وعنده من النضج الكافي ان هو يعرف يتعامل مع الامور. فلما بقول نضج مقصود بيها انه شخص عارف حقوقه وواجباته، عارف هو ملتزم بايه، عارف الاولويات بتاعته شكلها ايه، بيعرف يرتب دنيته. هو مش شخص الدنيا عنده سايحة على بعضها، أو لسه مش عارف دوره في المجتمع أو دوره في الأسرة. فمجرد ما ببقى فاهم حدودي، فأنا ساعتها وصلت مرحلة النضج. بس طبعا أبقى فاهمها من غير توقعات مزيفة، من غير ما أبقى متخيل إن أنا ليا كل حقوق الكون ومعلياش أي واجبات. لا أكيد مفيش أي مرحلة كده طبعا، بس في أشخاص كده، هو مفيش مراحل كده، بس للأسف في أشخاص عايشين كده. طب لو بدأنا بمرحلة الجامعة، يمكن من أصعب الحاجات لما الواحد بينضج ويخش الجامعة بتبقى مرحلة انتقالية كده كبيرة، طالع من مدرسة للكبار بقى. طبعا بدأ يبقى كبير بقى شخص. أيوة، وبيلبس بقى برا يونيفورم وبيعمل حاجات جديدة كلها. بقى مسؤول عن نفسه. طبعا. وطبعا بيبقى فيه رفض لشوية أحداث كانت بتحصل وهو في الجامعة، وهو في المدرسة، لأن داخل الجامعة بقى فأنا كبير طبعًا. يعني مش هتدوني سندوتشات مثلا. فعايز يتحكم في الأمور. بس هي المشكلة في التحكم ده، بيبقى عنده رغبات كتير يعني لا محدودة، وطول الوقت ضاغط على الأسرة ان هم يعملوها له. يعني هو متخيل مثلا يبقى عنده العربية بتاعته، يبقى مصاحب بنات كتير وكلهم حلوين، وبيغير من البنت دي للبنت دي وهكذا، وعايز أهله قابلين لده تمام وما عندهمش مشكلة مع ده. لو بيمولوه طبعا، ما صاحب البنات هيصرف عليهم. دي مشكلة أصعب بقى، ان هو عايز التمويل منهم وعايز يمشي على قراراته هو. يعني عايز يمشي الأمور بالدماغ اللي هو شايفها، بس يعني بعقليته هو، وكل الحاجات تجيله زي ما هو عايز. وطبعا ده امر ما بيمشيش في الحياه. هو عايز سبونسرز مش اهل. عايز سبونسر يفطروه هو وصاحبه. فهو فكره ان انا النهارده اهلي كانهم الممولين لحياتي، ده غير حقيقي. يعني بيجي الابناء عندهم غضب شديد ان بابا مش بيصرف عليا، عايز يتحكم في فلوسه زي ما هو عايز. تخيل. ما هي فلوسه. ما هي المفاجاه انها فلوسه. يعني هي المشكله ان دي فلوسه فعلا، وحقه ان هو يختار، وبابايا مش بيظلمني لما بيقرر يصرف في الحاجات اللي هو شايفها مناسبه. ما هو تعب وبذل مجهود عشان يجيب الفلوس دي، فمن حقه يصرفها زي ما هو شايف. لو انا النهارده ناضج وعندي من الوعي الكافي، ومش عاجبني طريقه الانفاق اللي هو بيتعامل بيها او المصاريف بتاعته، ليا دور ناحيه نفسي، فادور على وظيفه، ادور على دخل ليا، حتى لو بارت تايم، لو فريلانسنج، لو حاجه بعملها لنفسي بطلع منها الفلوس المناسبه ليا. او ان يكون عندي خطه معاهم. ما هو الاهل النهارده ليه بيعرضوني في المصاريف؟ عشان مش شايفيني راجل مسؤول كفايه، شايفين اللي انا بعمله ده مش مناسب. احيانا كتير الاهل بيغيروا الخطه بتاعتهم مع ابنهم لما بيحسوا ان عنده المسؤوليه الكفايه. يعني بيطمنوا، بيحسوا ان هو شخص عاقل، يعني شخص عارف تبعات كل امر. لما بيختار حاجه بيشيل الشيله بتاعته. لما الاهل بيوصلوا لهذه القناعه، الصرف بتاعهم بيختلف، فينفع الخطه بتاعتهم تختلف لو انا اديت لهم مساحه امان. يعني الاول كده يثبت، يقدم السبت، يثبت ان هو شخص مسؤول، طبعا هتلاقي الدنيا هتتغير حواليه. حتى لو الاهل عندهم مشاكل في الحته الماديه، او عندهم صعوبات في التعاملات، او عندهم شكل من الجمود، الامر ده ممكن يتغير ويتفك شويه لو انا اتعاملت معهم بمسؤوليه. بس هو برضو يعني من اول دخلت الجامعه دي، في اهالي بقى ما بتقدرش هي تفصل بين طريقه التعامل مع الابن وهو مراهق، او هو طفل وهو في الجامعه بقى خلاص ناضج، لدرجه انهم ممكن يزقوه على جامعه هو مش عايزها، كليه مش عايزها، تخصص مش عايزه، وضغط ضغط ضغط. فهو برضو هما بيتحطوا تحت ضغط ان الاهالي ما بيطلعوش للمرحله معاه. ايوه طبعا، بيبقوا طالبين منهم ان هم يمشوا على خطه معينه مسبقه في دماغهم. انا شايف ابني مثلا دكتور، ابني مهندس، ابني كذا، فانا عايزه في كليه من كليات القمه، عايزه يخش الكليه دي وتبقى مساله حياه او موت.
تلاقي ثانوية عامة، وده بنشوفه كتير في العيادة، يبقى طالب عنده أفكار انتحارية بس بسبب ثانوية عامة. يمكن السنة دي الضغط قل شوية مع موضوع الكورونا، ناس هديت شوية حتة الامتحانات والمذاكرة وهكذا، لأن ده مخلي ناس مطمنين السنة كده كده هتعدي بشوية استثناءات، ففي حالة من الهدوء شوية السنين اللي فاتت. بس هي كل سنة بالنسبة لهم رعب شديد، وكأنه لو سقط في ثانوية عامة مش هيبقى ابننا، كأنه لو ما جابش المجموع المطلوب فهو خلاص هنتبرى منه. بس عيد الأمر هو ابني في كل الأحوال، سواء اختار الاختيار اللي أنا شايفه مناسب أو اختار اختيار تاني كان أنسب له. وفكرة كلية القمة، ما بقولش إن ما فيش درجات في الحياة، طبعا في درجات في الفلوس وفي درجات في المناصب وفي درجات في الأشخاص وفي القيم وفي الأخلاق، كل حاجة فيها درجات، ربنا خلقنا درجات، ولكن احنا مش لازم نوصل للقمة عن طريق كليات القمة. وما فيش حد فينا بيفضل محافظ طول الوقت على الحتة اللي وصل لها، احنا بنبذل مجهود كل يوم عشان ننجح. فأنا محتاج أزرع في ابني السعي للنجاح، مش أزرع فيه إنه عايز يخطف شنطة النجاح ويجري، انه هيوصل ليوم انت هتذاكر بس السنه دي فهتنجح فيها فتبقى شاطر فعمرك كله هترتاح. ده مش موجود، محدش بيوصل لكليه معينه فبيرتاح بقيه عمره. اللي بيرتاح اللي بيعرف يبذل مجهود امتى وبيبذل مجهود بذكاء، هو ده الشخص اللي بيعرف يعيش مرتاح. بس في اشخاص بتعيش عمرها كله تعبانه مع انها كانت في كليه القمه اللي احنا بنتكلم عنها. هي فكره ان قرار واحد في الحياه ممكن يوديك في حته وقرار تاني ممكن يخسف بيك الارض، دي فكره غريبه جدا بس مرعبه، وعن ناس كتير طبعا. يعني بفاكرين مفترق الطرق، لو انا اخدت الفرصه دي النهايه، مع ان زي ما انت بتقول هو اصلا النجاح عباره عن سلسله من الشغل. طبعا ما بنساش ابدا احد المدرسين زمان كده كان بيتكلم معايا، كان بيقول ان كل الحياه هتقابل فيها طول الوقت مفترق طرق، يعني هو مش مفترق طرق وحيد، يعني مش فكره ان الثانويه عامه وبعدها ابيض واسود. هو انت طول ما انت ماشي وانت بتقابل فعلا مفترق طرق، هتختار هنا ولا تختار هنا، على الاقل خالص افعل ولا تفعل، يعني اعمل حاجه دي ولا ما اعملهاش، فهو اختيار ما بين اتنين. فانا وانا واقف عند مفترق طرق مفيش طريق نجاه وطريق هلاك، هو في طريق انسب من التاني، في طريق افضل، بس حتى لو اخترت الطريق الأسوأ او اضطرتني الظروف اني مشيت في الطريق الاقل، جايز اغير بعد كده مصاري واصحح مصاري لما اعدي خطوتين ثلاثه. ده حقيقي جدا، خصوصا ان احنا مثلا زي ما شايفين مثلا لعيبه ورياضيين في مصاف يعني نمره واحد في العالم كله، دول ما كانوش في كليه القمه ولا اي حاجه. ده حقيقي، وده بقى اللي بتلاقيه دلوقتي في المراهقين، يعني رجعنا للحلقه اللي فاتت للمراهقين، ان بتلاقيه مش عايز يذاكر، مش عايز يعمل حاجه بالظبط، عايز الطريق الاسهل. فعايز الطريق السالك اللي ما فيهوش مجهود، يلا بينا اسهل. هو مش اسهل خالص، هو متخيل ان هو اسهل. بتلاقيه كتير جدا مراهقين يقول لك اصلا مش عايز اذاكر، اصلا عايز اطلع ممثل. فانا مش عايز اعمل حاجه والممثلين دول بيكسبوا كويس قوي. طب انت النهارده تقدر اصلا على التمن ده؟ ما هو ده طريق صعب وطريق فيه تحديات كتير، ومش كل الناس ينفع تمشي فيه، ومش كل الناس اولوياتها تسمح بده، يعني مش كلنا نقدر نمشي في الطريق ده بالشكل ده، بعيد عن كون عندك الموهبه او لا. فكل طريق في الدنيا محتاج لمذاكره، محتاج لدراسه، محتاج لمجهود تبذله وتمن بتدفعه طبعا. ومش كلنا بنقدر على التمن ده. ايوه طبعا، بيبقى فيه افكار كده مسبقه معلبات، صحيح، حكم مسابق. يلا ده اكيد دي حاجه سهله جدا دي كده فنمشي فيها. بالظبط. الناس بقى بتطلع من الجامعه طبعا محملين بكل افكار الاحباط بتاعت ان ما حدش هيلاقي شغل. صح. وانا مستني والدي يكون شايل لي فلوس او مظبط لي على شغلانه كويسه طبعاً. او يقدر يسفرني، ماليش فرصه، مشاكل كتير جدا جدا جدا. هو فعلا شق الطريق صعب، بس مش بالسواد ده، يعني ده حقيقي. وفي كتير بقى فكرة ان انا محبط من بابا عشان مرضيش يكلم حد من صحابه يشغلني. بابا كان بامكانه بمكالمة تليفون يوظفني في المكان الفلاني، بابا كان بامكانه يحقق لي حلمي ومرضاش. فطول الوقت في الاحساس ده، يعني ابناء كتير عندهم الاحساس ده، وعندهم احساس الاحباط من بابا ومن ماما عشان ما ساعدونيش. هو بداية الطريق فعلا زي ما تقولي صعب، بس مش مستحيل. وهو انا لو ما شقتش لنفسي طريق مهما حد ساعدني مش هوصل. يعني ما فيش طريق عبارة عن حد يوصلني في حتة. طبعا في ناس بتوصل بده، يعني في ناس بتوصل من نقطه لنقطه عن طريق واسطه، عن طريق ان كان، عن طريق ايه اللي وصلها، بس ما بتعرفش تكمل. ولو كملت ما بتعرفش تنجح، يعني ما بتعرفش تعمل حاجه اللي تملاها من جوه فتحس بقيمتها. طبعا وجود الناس ووجود العلاقات مهم، وجود الناس حواليا اللي تساعدني مهم، يعني الدعم مهم، بس قبل الدعم انا بقدم ايه لنفسي؟ انا ايه المحتوى اللي عندي؟ انا ايه السي في بتاعي شكله ايه؟ فقبل ما ادور على الاحباط، فكره ان النهارده اصل البلد اصل الدنيا سوداويه، فاحنا طول الوقت عايزين ناخد صور نمطيه من بعض من غير حتى ما نفكر فيها، من غير ما نعيد تفكيرها. طب فرضنا ان الدنيا كلها سودة وكل الحياه مظلمه، طب ما في وسط الضلمه في ناس بتشتغل من اجل الحاجات المظلمه، يعني في ناس بتكسب من الحوب مثلا. فلو انا بفكر ان الدنيا مظلمه تماما واحنا دلوقتي الازمه الحاليه خلاص هي نهايه العالم،
في الأزمة الحالية في ناس عملت فلوس كتير جدا من أنواع تجارة مختلفة. طبعا. فما فيش زمن في حاجة اسمها أن كل حاجة مقفولة. لا، هو في بيبان أخرى، بس اللي بيعرف يطرق أي بيبان وبيعرف يدور على إيه، وبيعرف هو محتاج إيه أصلا، بيدور على إيه في اللي حواليه. ده حقيقي. وحتى لو في ناس بتدخل بشورت كات زي ما بنقول، يعني طريق مختصر بلاقات أو كذا، دول مش الأغلبية. أكيد مش الأغلبية. وفي الآخر برضو لو كل الناس بتشتغل كده، فكل مثلا شركة أو مؤسسة محتاجة أفراد شاطرين بيشتغلوا عشان يشيلوا الشغل جنب اللي بيجوا بالوسائل. أيوة طبعًا. والمحسويات. أيوة طبعًا. ففي مكان دايما لكل واحد في أي مؤسسة عشان تكبر، طبعا محتاجة لده. وحتى في الحياة عموما، يعني احنا في الحياة عموما محتاجين نكون مختلفين عشان ننجح، عشان نوصل كلنا سوا، ومش كلنا هنبقى زي بعض، ومش هينفع نكون كلنا مثلا شخصيات قيادية او كلنا بلوجرز وكلنا فاشينيستا، مش هينفع نكون كلنا نفس الحاجه. هينفع نكون مختلفين عشان نوصل. هي المشكله كمان ان مقياس النجاح عند الشخص يبقى عامل ازاي. اه طبعا. لان في نجاحات شكلها بيلمع وشكلها نجاح، وهي صحيح. في حقيقتها لا شيء. صحيح. يعني بالذات مثلا الحاجات الواضحه جدا على السوشيال ميديا، في ناس مشهوره جدا جدا جدا، يعني لو قعدنا نعدد عندنا وقت، يعني ناس كتير محتاجين نعدد محتاجين نعدد على الكلام ده. وبيكسبوا طبعا. طبعا بيكسبوا. ما هو اصل النجاح مش بس مكسب. يعني انا بدور على النجاح عباره عن ايه؟ هل النجاح بالنسبه لي مكسب فلوس؟ يعني ده دايما بنتكلم فيه مع الشباب. هل انا النهارده لو بنجح لو بقى معايا فلوس كتير، لو بقى اسمي معروف، لو بقيت مشهور، طب ما انا ممكن النهارده اعمل اي كلام زي ما بيحصل على اونلاين يعني، واتشهر بيه جدا. طبعا. اعمل فيديو يضرب يجيب ملايين، بس ابيع فيه كرامتي، ابقى مهزق فيه، وده بيحصل كتير. يعني اقلل من نفسي عشان اتشهر، والشهره النهارده بقت اسهل ما يمكن. طبعا. فسهل جدا ان انا اتشهر بحاجه تقلل مني. هل ده بالنسبه لك نجاح؟ هل ده بالنسبه لك محتوى؟ هل انت هتبقى راضي عن نفسك لو وصلت لده؟ طب ده سهل جدا انك توصل له. النهارده الفلوس، ما انا ممكن احقق فلوس بطريق غير شرعي، بطريق غير محترم، بطريق حرام ما احترمش نفسي بيه. فكل ده هل ده تعتبره نجاح؟ فهو النجاح مش حاجه واحده، ومقياسنا للنجاح مش زي بعض. مش النجاح ان انا اكون نمبر 1. يمكن من اجمل الاعلانات فعلا الموجوده بتاع صلاح، اللي هو بتاع الحقيقة مش فاكر هو بتاع ايه، بس هو بيتكلم فيه عن ان كل شخص فينا هو قصة نجاح، مش انا بس اللي ناجح، هو كل واحد فيكم انه حقق حاجة في حياته، فهي خطة نجاح وطريق للنجاح. اعلان زيت. زيت؟ زيت عربيات. غالبا صح، برافو عليك. فهو بيتكلم عن القصة دي حقيقي مفهوم مختلف تماما عن لما حد يطلع يقول اصلا انا نمبر 1 وهو ده النجاح. لا، النجاح مش نمبر 1. النجاح ان يبقى عندك تارجت بتعرف توصل له وانت سعيد بيه وراضي عنه، وحاسس ان انت بتحط راسك على المخدة فمرتاح. ده احد اهم مفاهيم النجاح. يعني احنا كده لازم نرجع لفكره ان الطفل والمراهق يبقى عندهم اسس للمفاهيم حقيقيه. ده حقيقي. مش بياخدوها من الميديا مثلا، ولا من السوشيال ميديا، تلفزيون. احد اهم مشاكلنا في وقتنا الحالي هو تشوه المفاهيم. احنا بنطلق الحاجات كده جزافا. اي حد بيتكلم على اي حد يقول لك ده تنمر. ايوه. ده تنظير على حياه كذا. دي شخصنه. برافو عليكي. دي شخصنه للامور. يعني في عندنا كلمات كده بنستخدمها استنباط واحنا مش فاهمينها ولا فاهمين وراها ايه، ومعناها غير اللي احنا بنقوله اصلا. التنمر مش مقصود بيني واحد بيقول للتاني كلمه وحشه. التنمر معناه ان واحد مركز مع واحد فكل شويه بيقول له كلام عن حاجه فيه، يعني ماسك حاجه فيه كانها عله. أيوة. وبيضغط عليه بيها. ده اسمه تنمر. بس مش اي نقد اسمه تنمر، مش اي كلمه سلبيه اسمها تنمر، وهكذا. فاحد مشاكلنا في قصه المفاهيم. يعني رجوعنا للمفاهيم الصحيحه هيفرق معانا فعلا كتير. ايوه. وضبط الالفاظ فيه مشكله كبيره جدا جدا عندنا. يعني في الفاظ كتير الناس بتقولها، حتى هم بيتكلموا الكلام العادي يقول لك بس انا ما كنتش اقصد اقول لك كده، انا قصدي حاجه تانية. طب ما نحط الكلام يعني في لفظه. ما هو مش هو فعلا كده. يعني جوايا انا فاهم الامور بشكل خاطئ. فعشان كده بعبر عنها بكده. يعني مش مجرد الالفاظ غلط، لا، دي المفاهيم اصلا جوانا غلط. ده حقيقي. يعني اتمنى فعلا احنا يكون عندنا وقت من الوقت نعمل كورس او نعمل حاجه عن المفاهيم. من المفاهيم الموروثات الشعبيه اللي احنا ورثناها من بعض من غير ما نفكر فيها، والمفاهيم الحاليه اللي احنا بنضيف اليها من افكارنا اللي مش حقيقيه قوي الضايعه. ما تشخصنش الاولى دي، ما نتكلم حد، نتكلم 1 تو 1 كده. انا مش عاجبني كذا اللي انت عملته، انت بتشخصن الامور. ايوه، ما انا بقول انت عملته. أيوة. طب اروح فين بعد كده؟ وانا بكلمك، ما انا اكيد بشخصن الامور. انا معاك. ناس تانيين. هنعمل ايه؟ طيب، عايز تقفل الحوار مع اللي قدامك، دي له كلمه صعبه على طول، يخاف على طول. ايوه. وجادجمنتال طبعا. يا جادجمنتال. جادجمنت في كلمات كده اخذت من، يعني كلمات نفسها لو بتشتكي هتطلع تشتكي مننا. ان انت ما تبقاش راجل جادجمنتال. يعني ايه جادجمنتال؟ يعني ما هو جادجمنتال دي معناها ان انا بحكم على اللي قدامي، او ان انا بصدر عليه حكم، بختزله في حته معينه.
ولكن ما ينفعش ما يكونش عندي استنتاج للي قدامي مثلاً. ما ينفعش يكون عندي وعي بالحياة بنفسي وباللي حواليا. فلما يكون عندي وعي دي مش معناه خالص ان انا جادجمنتال. لما حد يقول انت جادجمنتال اقول له اه ليه. حقيقي انا بشوف الحياة لازم احكم عليها ابقى فاهمة بالنسبة لي مناسبة مش مناسبة. ما لازم ادي حكم. اه هو الفكرة انا مش عايز احكم على اشخاص. مش عايز احكم على اشخاص يعني اوصمهم او احطهم في فريم معين. اه طبعا ده مش مسموح ومش من حقي. بس ان انا احكم على الاشياء عشان ابقى فاهم انا عايز ايه. ده جزء من الوعي ومن النضج. احنا اخدنا كل مرحلة بنتكلم فيها عن دور الشخص في الوقت ده. عظيم. يعني دلوقتي دور الناضج بالنسبة لأهله. حلو قوي. ايه اللي عليه؟ يعني كل ده احنا بنتكلم هو مستني اللي ليه. اوكي. ايه بقى اللي عليه؟ ايه الحقوق اللي له وايه الواجبات كمان؟ الواجبات اللي هو مطلوبة منه ناحية اهله هم اساسها البر والاحسان. ان انا بتعامل معاهم ازاي؟ يعني شكل التواصل بيني وبين اهلي عامل ازاي؟ انا النهاردة ما ينفعش اقول ان ابني مثلا ما بيسألش عليا علشان صحابه واخدينه مني. او ابني اتغير عشان صحابي غيروه. ابني اتغير عشان اتجوز فمراته بعدته عننا. الحقيقة ان هو مختار يعمل ده. انا مش عايز اوجد لنفسي مبررات او حيل دفاعية تخليني اشوف الامور في غير حقيقتها. انا كابن ليا دور ناحية اهلي. لهم حقوق عليا. زي ما هم ربوني وبذل مجهود معايا فمن حقهم ان انا اودهم وان انا ابرهم وان انا اتعامل معهم بشكل فيه توازن. طبعا مش هقدر اعمل كل حاجة. يعني في امور انا مش هقدر عليها. في حاجات زيادة عن طاقتي. بس انا بعمل على الاقل اللي اقدر عليه. يعني محتاج ان انا اسال عليهم. محتاج ان انا اكون على تواصل معاهم. لو انا النهارده ابن لسه في بيت اهلي محتاج ان انا يكون عندي وقت للعيله. ما ينفعش ابقى طول الوقت بره البيت. دلوقتي احنا الحمد لله الحظر مقعد الناس بالغصب بس بتلاقي ناس كل واحد في اوضته قافل على نفسه ما بيقعدش مع التاني. فانا محتاج وقت للعيله. امي مثلا بتحب التلفزيون فحاول اتفرج معاها على حاجه هي بتحبها نتناقش فيها نتكلم فيها ولو ساعه. ده حقها عليا. ابويا مثلا بيحب كوره او بيحب يتفرج على الاخبار اللي انا ما بحبهاش او بيحب يتفرج على برامج حواريه بتضايقني ينفع ان انا اقعد معاه نص ساعه اتفرج على حاجه مش عجباني قوي واتكلم معاه او اشوف وقت تاني غير ده ونتناقش في حاجه سوا او نقرا حاجه مع بعض او نحب نتكلم في حاجه عامه سوا. فالتواصل مهم جدا في جميع المراحل. التواصل بالتليفون التواصل بان احنا نعمل فيديو كول عشان احنا مش قادرين نتقابل في الوقت الحالي بس التواصل مهم جدا والتواصل بشكل منتظم. يعني ما خليش زحمة الحياة تسحبني من الحتة دي. لان انا لو سبت نفسي وقلت وقدمت اعذار وقلت الظروف الظروف لا تنتهي. مفيش وقت هتبقى فاضي فيه. مفيش وقت مش هيبقى عندك حاجة او متفرغ لحاجة مطلوبة منك. انت اللي بتفضي وقتك وانت اللي بترتب اولوياتك. فاهلك من اهم اولوياتك. احساس اللي هو الاهل اللي بتشحت ولادهم دي وحش. احساس مؤلم جدا جدا. هو بيدور على ابنهم على طول وساعات اصلا بيبقوا ساكنين معاهم في نفس البيت وما يشوفهمش وحاجات صعبة بصراحة. طبعا. وفي نفس البيت فعلا مش بياكلوا مع بعض مش بيقعدوا مع بعض مفيش وقت عيلة مع بعض. ويعني مش هننكر ان الاباء ليهم دور بس انا النهاردة كابن ناضج عايز ولادي يبروني فبعايز افهم ان في كارما في الحياة. فانا محتاج اكون بار باهلي محتاج يكون عندي تواصل معهم في شكل من التفاعل ومن الحب ومن المودة. في رأيك امتى الشخص الناضج المفروض يتحرك بره بيت العيلة يعني بيت ينفصل امتى ينفصل؟ لان في يعني بره مثلا مصر دايما الناس بتوصل لسن معين بتنفصل عن بيت العيلة. لكن في عاداتنا وتقاليدنا والعرف السائد يعني كل واحد بيفضل قاعد في بيت عيلته معظم الناس يعني لغاية لما بيجي يتجوز حد سن الخمسين مثلا لغاية لما يتجوز او يسافر او يعني لازم حاجة كبيرة تحصل كنوع من التغيير عشان يخرج بره بيت العيلة. انا عن نفسي بشوفه حاجه مش صحيه تماما. فانا عايز اعرف رايك انت ايه وامتى فعلا المفروض الواحد ينتقل. والله احنا ممكن كمان ندردش في ده جدا جدا لما نتكلم عن الابنه عن البنت الحقيقه لان ده من التحديات اللي بتقابل البنات في مجتمعنا لما تقرر انها تنفصل قبل الجواز. هو طول الوقت فيه لما تتجوزي بيعملي خلي جوزك يوديكي. ففكره الاستقلاليه دي مهمه وان شاء الله نناقشها مع البنت. ولكن الولد محتاج يستقل من اول ما يعرف يصرف على نفسه. حتى لو عايش في بيت العيله يعني حتى لو عايش في بيت اهله محتاج يكون عنده استقلاليه. استقلالية يعني ايه؟ يعني عنده حدود مادية هو بيعرف يدير امور. لنقل مثلا ان هما بيدوله مصروف بيدوله مصروف كذا اكس في الشهر فهو شايف ان ده مش مناسب بالنسبة له او مش كفاية فهو بيشتغل ولو جزء من الوقت فبيكمل الفلوس دي فبيعرف يستقل ماديا وده امر مهم. وبيعرف يستقل اجتماعيا يعني عنده حياته هو اللي بيعيش فيها بطريقته. لو انا مش قادر احط القواعد والقوانين دي في البيت يعني ما عندناش الحدود دي مع بعض ما عندناش المرونة الكافية لده ينفع انتقل بره البيت. يعني ينفع اعيش بره البيت وافضل على ود وعلى تواصل مع اهلي وده مش عيب ومش حرام مش اي حاجه خالص. بالعكس ده صحيا كويس جدا ان انا يكون عندي حياتي المستقله اللي لما بنتقابل بيبقى مقابلتنا كويسه جدا.
يعني الابن لما بيستقل عن البيت مثلا بيشتغل في مدينة تانية او بيسافر حتة تانية وبتقابله كل اسبوع، المقابلة بتبقى اظرف بكتير من هم قاعدين طول الوقت قدام بعض. احنا هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة اكتر فعلا في حلقات البنات، لان حابة اتكلم فيه بصراحة. اكيد. شكرا يا دكتور. شكرا شكرا. وعلشان تتابعونا سبسكرايب على الساوند كلاود شانل واليوتيوب شانل، التو شانلز اسمهم دكتور مصطفى النحاس، وكل يوم سبت الساعة 2 الظهر خلال رمضان هيبقى عندنا لقاء لايف نجاوب فيه على أسئلتكم.